خلينا نتعرف اكتر على تفاصيل هذه المشروعات بصحبتنا على الهاتف اللواء ياسر عبد الشافي، سكرتير عام مساعد والمشرف العام على مشروعات حياه كريمه في محافظه اسوان. بعد التحيه يا فندم، بالتاكيد هناك عدد كبير من المشروعات اللي تم انتهائها او اكتملت بنسبه 100% في قرى حياه كريمه بمحافظه اسوان، اهم هذه المشروعات يا فندم. اخيرا يا فندم على حضراتكم وعلى مشاهدين الكرام وعلى اهل اسوان الكريمه. اولا اتوجه كمواطن مصري في البدايه بالشكر والعرفان لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تشهده ارض محافظه اسوان من انجازات عظيمه في المبادره الرئيسيه حياه كريمه اللي احنا بنشوفه كله في عيون المواطن، اللي تحولت القريه اللي بقت مدينه متكامله المرافق والخدمات اثناء جولات اللواء اشرف عطيه محافظه اسوان. في البدايه يا فندم كان اسوان داخله بثلاث مراكز اللي هي كومومبو وادفو ونصر النوبه. تمام. اجمالي عدد المشاريع اللي كانت داخله يا فندم 1993 مشروع اللي اتنفذ على ارض الواقع 1221 مشروع. عظيم. تمام سيادتك؟ طبعا اهم القطاعات اللي حصل فيها هذا الانجاز. القطاعات انا اقول لسيادتك مثلا عندنا مجمع خرمي فيه 31 مجمع خرمي، مجمع الخرمي فيه 30 دخلوا خدمه دلوقتي، تمام؟ المجمعات الخرميه دي من تعتبر من اكثر الانجازات اللي تمت على ارض الواقع اللي بدات تشغيلها بالفعل تحت اشراف سياده اللواء اشرف عطيه محافظ، وكان مصمم انها تشتغل لان الوحدات المجمع الخرمي ده كانت فيها مكتب تموين، شهر عقاري، سجل مدني، بالاضافه طبعا مركز سجنجي، فيها ست خدمات، فاصبح المواطن وهو في القريه بيطلع المكان ده بيقضي خدماته كلها بدون تكلفه، بدون مسافر مدينه، بدون كذا. فدي اصبحت عامله راحه نفسيه وسعاده للمواطن ان يلاقي الخدمات دي كلها متوفره في مكان واحد. تمام. الحاجه الثانيه في كميه عدد معين من المدارس طبعا قضت على موضوع الفترتين، تمام؟ وبقت في توجيه وتعليم اكثر و انضباط اكتر في الحياه التعليميه. بص على محطات الصرف الصحي والميه وكان ده، كان في مشكله فعلا في عندنا في نصر النوبه وكومومبو في ميه وصرف الصحي وكان ده. المحطات اللي دخلت كان ده قضت على المشكله دي تماما. فاصبح الناس حاسه بالطفره اللي حصلت في حياه كريمه. ده من ضمن المشروعات يعني سواء صرف صحي، سواء ميه، سواء المدارس، سواء مستشفيات برضه، وحدات صحيه، مركز التكنولوجيا اللي قلت لحضرتك عليها. طيب على اي اساس بتختاروا المشروعات اللي بتنفذ في النجوع والقرى يا فندم؟ يعني ايه المعايير اللي انتم بتختاروا بيها المشروعات دي؟ بص يا فندم كان في تعليمات طبعا من القياده السياسيه اشراك المواطنين في تحديد مطالب واحتياجاتهم لذلك. عملنا اكثر من 39 جلسه استماع. دي تحت اشراف سياده المحافظ اللواء اشرف عطيه. الجلسات دي كلها حصلت ممثلين تواجد ممثلين من كافه القرى، عمد ومشايخ وقيادات طبيعيه وشباب ومرأة. استمعنا لمطالبهم اللي هي اللي برضه في حدود امكانيات الدوله والدنيا والكلام ده. فطبعا احنا حددنا بناء على مطالبهم وبعد العرض على السيد الوزير واشرف عطيه مطالبنا راحت للتخطيط والكلام ده واتنفذت فعلا. يعني كانت بتوافق مع المحافظه مع المجالس. لو قلنا اولويات هذه المطالب كانت ايه؟ يا فندم اللي بيقع على راس هذه المطالب الاولويه طبعا الصرف الصحي والميه. فندم الصرف الصحي والميه ومركز مجمع الخدمات اللي احنا بنعطيه والمدارس والمستشفيات الوحدات الصحيه. ده كان لهم اولويات علشان تدخل الحياه كريمه وتبقى ودي بالفعل المشروعات اللي تم تنفيذها يا فندم. ودي بالفعل المشروعات وده فعلا اللي تمت اللي خلال 1222 مشروع وتموا فعلا على الواقع وبداوا دخلوا حيز التنفيذ واشتغلوا خلاص. طب انا يهمني برضو يعني قصه القضاء على البطاله، يعني المجمعات الحكوميه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي بتشمل خدمات حكوميه متنوعه، يعني هي وزارات متعدده في شكل مكان واحد. تمام. هل تم تعيين فيها ابناء هذه القرى علشان يستفيدوا ايضا من فرص العمل المتواجده بهذا الامر؟ هو مبدئيا يا فندم هقول لسيادتك حاجه، اثناء العمل بالمشروعات في حياه كريمه طبعا تم الاستعانه بالشباب القريه للقضاء على البطاله، يعني المشروعات كل المشروعات اللي اتنفذت اللي هي اجمالي 1993 مشروع ده اصلا كنا بناخد معظم العماله من حي القريه دي المترافقه. فدي اثرت شويه طبعا على موضوع البطاله، قضت على موضوع البطاله نسبه كبيره. فدي برضه. اما موضوع اللي هي عشان التشغيل والدنيا والكلام ده، فاحنا افترقنا برضه كان ده في اخذنا جزء وفي لسه برضه استكمال وهنكمل الثاني فعلا. عظيم. نشكرك اللواء ياسر عبد الشافي سكرتير عام مساعد والمشرف على مشروعات حياه كريمه بمحافظه اسوان، ومبروك على استكمال هذه المشروعات بنسبه بتصل 100%.